مشاهدي قناة المرابطون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى حلقة جديدة من المشهد. الكل يتحدث عن الحوار السياسي، فالنظام يقول إنه يدعو للحوار، والمعارضة تقول إنها مستعدة للحوار، والمهتمون بالشأن السياسي ينتظرون هذا الحوار. لكننا نكاد نقول إن لسان حال الحوار نفسه يشعر بالضجر، حتى لا نقول باليأس. على أي حال، تطالعنا بين الفينة والأخرى دعوات للحوار، كان آخرها بيان أصدره الحزب الحاكم في موريتانيا، حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. ونستضيف في هذا السياق النائب البرلماني السابق والقيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية السيد إسلام والعبد الله. نرحب بكم جميعا إلى وقائع المشهد. أهلا بكم سيد إسلام. يعني أصدرتم بيانا يطالب باتخاذ التدابير اللازمة لاستئناف ما أسميتموه باقي مراحل المسلسل الانتخابي، وذلك تفاديا لعرقلة سير المؤسسات الديمقراطية وفق بيانكم. أي تدابير تقصدون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناة المرابطون على الاستضافة. أريد أن أذكركم بأن البيان الذي أصدره حزبنا بيان يعالج الوضعية السياسية في البلد، ودعوته إلى مباشرة العمل الميداني من أجل إجراء العملية الانتخابية ما يتعلق بجزئي مجلس الشيوخ تعتبر فقرة واحدة من فقراته. فالبيان بغض النظر عن الدراسة التحليلية التي ناقش فيها والتي عرض فيها رؤيته للحياة السياسية في البلد وموقف المعارضة منها وموقف الأغلبية طيب منها، هذا بالمجمل. بالمجمل طيب، ما هي التدابير اللازمة؟ عفوا، تعرض إلى جوابا على سؤالي أولا. نعم نعم، وبعد ذلك يمكن عندكم السؤال وأنا لدي وأنا عندي الجواب. تعرض إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى وهي أمامي هو أنه يتمسك بالحوار الجاد، وبالتالي ليس دعوة من أجل إنهاء الحوار، دعوة تمسكه بالحوار الجاد. والنقطة الثانية هي دعوته لأحزاب المعارضة إلى دخول في حوار جاد. النقطة الثالثة هي الدخول في الإجراءات اللازمة من أجل إجراء العملية الانتخابية فيما يتعلق بالمسلسل الانتخابي. أنتم تعرفون جيدا أن من اليوم الذي دعا فيه رئيس الجمهورية للحوار السياسي في هذا البلد، ودعا فيه الوزير الأول كذلك في برنامجه أمام البرلمان، ودعا فيه رئيس الحزب، ودعت فيه جميع أحزاب الأغلبية، ونحن في القوة في كنظام سياسي حاكم ندعو أحزاب المعارضة من أجل الدخول في الحوار السياسي. وتعرفون كم من المطبات وكم من العقبات وضعتها المعارضة أمام هذا الحوار السياسي، وبالتالي تقييم للموضوعي اليوم أن المعارضة المنتدى ليس جادا في طلبه للحوار، وبالتالي حرصنا على مصالح الشعب الموريتاني التي دعتنا إلى اكتمال العملية السياسية واكتمال مجلس الشيوخ بوصفه إحدى المؤسسات الدستورية في هذا البلد التي ينبغي أن يكتمل بناؤه. طيب، وليس خروجا من الحوار السياسي. هذا واضح تماما. ماذا تقصدون بالتدابير اللازمة لاستئناف المسلسل الديمقراطي؟ لا، الدعوة صريحة. ماذا تقصدون بالتدابير اللازمة؟ ندعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير لازمة لاستئناف باقي مراحل المسلسل الانتخابي، وأنت تعرف أن الفئة باء والفئة جيم من مجلس الشيوخ لحد الساعة ما زالت معطلة. إذن التدابير اللازمة تقصد بها تجديد مجلس الشيوخ. طيب، تحدث بيانكم عن مميزات تجذر النظام الديمقراطي، وذكر منها وجود معارضة قوية ونشطة واعية لمسؤوليتها كي تكون الأوضاع العامة للبلاد في تطور إيجابي، يعني هذا ما جاء في البيان. ماذا تأخذون على المعارضة في موريتانيا؟ نحن نؤمن أن أي نظام سياسي بحاجة إلى معارضة جاد. نعتبر أن المعادلة لأي نظام سياسي ديمقراطي تنبني على ثنائية أغلبية ومعارضة جاد. نرى أن معارضتنا معارضة مناسبات، ما احترمنا لها. كان ينبغي عليها أن تلعب الدور الجاد في ترسيخ العملية الديمقراطية وفي ترسيخ مفاهيم الحرية وفي ترسيخ مفاهيم الديمقراطية. هذا الدور غائب. هي معارضة تهدف إلى الوصول إلى الكرسي الرئاسة دون الأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي للبلد، وحتى الواقع الاجتماعي، وحتى الواقع الاقتصادي. كان حاليا بمعارضتنا لكي تكون رؤيتها رؤية شاملة تساعد في بناء البلد أن تكون لديها مواقف من كل القضايا. هناك ما هو بحاجة
إلى التلويه به. إذن أنت ترى أن المعارضة ليست لديها أي مواقف. لا لا لديها مواقف، لديها مواقف. أنا ما جئت لأجلد أحدا ولا لأشتم أحدا. لا أنا أسأل. لديها مواقف. تحدث في صلب البيان. هذا ما جاء في البيان. مواقفها من الحياة العامة السياسية في البلد الموريتاني مواقف غير جادة. ومواقف غير مدروسة ومواقف آلية ويقسها في بعض الحالات يغلب عليها. إذن ترون أن المعارضة غير جادة بمعنى أنها مستهترة. ليست جادة في الحوار. هذا ما نفهمه من كلامك. طيب تقولون إن البلاد خطت خطوات مهمة في تجذير المسار الديمقراطي، وذكرتم شيئا عن ترشيد النفقات ومحاربة الفساد ورشوة المحسوبية إلى آخر ذلك. كيف يكون ذلك في ظل الوضع السياسي الراهن؟ المعارضة قاطعت الانتخابات والحوار منذ 2008 وأنتم عاجزون عن إجرائه أو تحقيقه. لا 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 عفو 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 عفو، كان عليك أن تضع سؤالي بطريقة غير. أنا أطرح السؤال الذي يروق لي ويمكنك أن تجيب كما تريد. نحن في تقديرنا أن الحياة السياسية في البلد سواء كانت من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية وحتى على مستوى العلاقات الإقليمية ومستوى الدولية في أحسن ما تكون ولدينا تجربة كبيرة نستطيع أن نتكلم عنها كل فقرة. قل لي بالله، ترى في هذا البلد اليوم سجين سياسي؟ قل لي بالله، هل الحريات مصانة في هذا البلد أم ليست مصانة؟ قل لي بالله، أليس المال العام مصانة في هذا البلد؟ قل لي بالله، أليست المنشآت في البنى التحتية على مستوى البلاد لم يدخل الماء لكل بيت ولكل عريش ولكل منزل في البادية؟ لم تصل الطرقات إلى المناطق التي كان من الصعب وصولها لها؟ لا أنا لا أعرف أي سجين سياسي في هذا البلد. الموارد الاقتصادية لهذا البلد أليست مرشدة؟ أليست هناك صيانة المال العام؟ أليست السجون مليئة بأصحاب الاختلاسات المال العام؟ أليست العقليات عند الشعب الموريتاني تغيرت؟ أنت تعرف الفترة التي كنا فيها قبل الفترة الحالية كيف كان يتكلم نخبتنا عن المال العام؟ حيث عندما يكون المضى في وظيفة عامة كيف كانت مواقفه؟ هناك من يمكن أن يقول غير هذا ويعطي أمثلة. ذلك يعني حقه، لكن طيب الشعب الموريتاني علينا أن ندرك أن الشعب الموريتاني نضج. نحن الإشكالية الآن في نظام السياسي المطروح ليست الإشكالية المطروحة. المجموعة المعارضة الآن تطرح الديمقراطية والحريات والفضاء السمعي البصري وكذا وكذا، هذه ليست مشكلات. طيب بالنسبة لنا تجاوزناها. طيب الإشكاليات المطروحة، عفوا سؤالا فقط، الإشكالية المطروحة لنا في نظام السياسي الذي يقوده فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ليست الكلام عن الحريات ولا صيانة المال العام ولا البنى التحتية، هذه أمور تجاوزناها. الإشكالية إلى كيف نستطيع أن نرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفكري هذا، عليهم أن يتجاوزوا. عندما يقف زعيم معارضة اليوم أو رئيس حزب سياسي يتكلم عن الحريات العامة، أنتم محتاجين الحريات العامة، أنتم محتاجين، من يخاف اليوم؟ طيب ماذا يخاف ماذا اليوم؟ يمكن؟ طيب هذا واضح. يعني نتجاوز هذه إلى مسائل، إلى مسائل ملموسة. الشعب نضج. ماذا تريدنا أن نفهم من كون المعارضة قاطعت الانتخابات والحوار منذ 2008 وأنتم عاجزون عنه؟ ماذا نفهم من هذا؟ أليس هذا جزء من عمل الحكومة؟ أن ينجح الحوار وأيضا مقاطعة المعارضة، ليس هذا فشلا للحكومة في تحقيق؟ أنا أتصور وأنت معني تعرف أن الحوار اللي وقع في سنة 2003 خرجنا منه باتفاق ذكر، وتمت بعد ذلك كل المؤسسات الدستورية تخيب رئيس الجمهورية بنسبة 52 زيادة في المية، وانشئت حكومة، وتم بعد ذلك إنشاء برلمان، وتم في أثناء ذلك حوار آخر مع بعض الأحزاب السياسية المعارضة الوازنة في الخريطة السياسية. هناك أحزاب ارتأت أو قررت أو أرادت أن تقاطع المشهد السياسي، لها قراءتها للمشهد ونحن لها قراءتنا. عليك أن تدرك أن العملية الانتخابية عملية صعبة جدا، القدوم عليها يتطلب العديد من التحضيرات، وبالتالي لا أريد أن أتكلم في ماذا. وتعرف أن بعض أحزاب السياسية الحالة التي في المنتدى شاركت في الانتخابات البلدية والبرلمانية الماضية. بالتالي طيب كل حزب لا أستطيع أن أقول بما لديهم فرحون، لكن كل حزب بما لديهم يساومون. طيب تحدثتم عن دعوة الرئيس الموريتاني لمختلف الفرقاء السياسيين إلى حوار شامل يفضي إلى تدعيم ما أسميتموه المكتسبات، وادعيتم أن المعارضة مولعة بافتعال الأزمات وتوهمها بحيث لم تتمكن من قراءة تلك البادرة على الوجه الذي يخدمها ويخدم النظام الديمقراطي. هذا على حد قول بيانكم. كيف يسع الشعب أن يستوعب ذلك وأنتم عاجزون عن كتابة رد مكتوب في ورقة على وثيقة منتدى المعارضة؟ نحن ما كتبناه في هذا البيان هو قناعتنا،
ونعرف جيدا الأغلبية من الشعب الموريتاني مقتنعة به، مقتنعة به في الانتخابات الرئاسية وفي الانتخابات البلدية وفي الانتخابات التشريعية، ومقتنعة به في إطار تعاطيها مع رئيس الجمهورية من خلال زيارته الماضية. طيب هناك بقية غير مقتنعة، هناك بقية غير مقتنعة وهي من الشعب على أي حال، هاي البقية أنتم نحن لا ترون أنكم مسؤولون؟ لا هاي البقية من الشعب، هاي البقية من الشعب، نحن جادون في خدمتها في القرى وفي الأرياف وفي المستشفيات وفي المستوصفات وفي مؤسسات التعليم العالي وفي المطارات، شادون في خدمتها. أما رأيها السياسي فذلك لها، وضروري ضروري أي نظام سياسي بحاجة. هناك نظام سياسي أتحدث عنه، هناك الحمد لله الكثير من الناس غير سياسيون أصلا لكن لا يفهمون، يتساءلون حتى من شعبيتكم أنتم يتساءلون، يعني لماذا لا تعطي الحكومة التي ندعمها والأغلبية التي نحن منها لا ترد على المنتدى بوثيقة مكتوبة؟ أعطوكم وثيقة مكتوبة ردكم مكتوبة، حتى ولو خط ورقة بيضاء وكتبتم بقلم، يعني أنا أريد أن أسألك، لماذا ترفضون؟ أنا أريد أن أسألك، حتى الآن ما يظهر هو أن هذه هي نقطة الخلاف، يعني هذا لا يجب أن تكون نقطة الخلاف. أنا أريد أن أسألك، أنت تعيش في موريتانيا ونحن جميعا نعيش في موريتانيا، ما هي الأزمات البنيوية الحساسة التي يعيش هذا الشعب الموريتاني تستجيب في حد ذاتها حوارا؟ طيب أعطيني أريد جوابا منك أنا. لا ما هي؟ هذا البلد لا يعيش أزمة سياسية، نحن مختلفون معهم كل الاختلاف في أن هذا البلد يعيش أزمة سياسية، البلد يعتبر لا يعيش أزمة سياسية في أي مرحلة من مراحل الحياة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، لكن النظام الحالي بقيادة السيد الرئيس يرى أن الشعب الموريتاني بمختلف أطيافه السياسية إذا كان يريد حوارا فهو لا يمانعه. ماذا تريد جوابا مكتوبا؟ هل المطلوب أن تتم مراسلات؟ نحن شكلنا لجنة، النظام شكل لجنة، قال أن الإدارة مكتوبة، يعني هي الوثيقة مهمة جدا لإثبات. أنت تعرف نحن في دولة قانون كما تقولون، أنتم تقولون أنها دولة القانون، دولة القانون يجب أن يكون كل شيء فيها مثبت وموثق وواضح ويمكن التعامل معه حتى لا تحدث صدمات أو تكذيب. هذه الأشياء مكتوبة. أحزاب المنتدى عندما دعيناها للحوار أعطت فترة من الزمن في داخلها عاجزة حتى عن تشكيل لجنة. المهم أنها الآن قدمت وثيقة ومهدة أعطتها وأنتم قلتم أنا سؤالك وصل إلي، لكن طيب الإجابة دعني يجيب. إذا كان عندك جواب قلوا لي. دعوناها عندما دعوناها للمعارضة أعطت فترة من الزمن طويلة تريد أن تتفق أولا إما على ممهدات وإما على مسهلات وإما كذا وإما 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 كذا، وتعرف كيف الصعوبات فيه. ونحن حرصا منا على نجاح الحوار طالبنا أن تكون لجنة الحوار لجنة ذلذية، أن تكون من المنتدى وأن تكون من المعاهدة وأن تكون من أحزاب من الأغلبية، وتتعرف أن المعاهدة أحزاب سياسية وازنة ممثلة في البرلمان ولها وجودها السياسي 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 بالفعل. هم قدموا مجموعة ممهدات، نحن وافقنا على جميع الممهدات التي قدموها باستثناء الحكومة الانتقالية، ووافقنا جزئيا على أن تكون من ضمن النقاش التي سيحاور، لا يريدون كرم ذلك. نحن إذا ناقشنا واتفقنا على نقاط سنعيد بذلك محضرا. طيب ما نحن ما زلنا في دعونا نناقش. هم في النهاية بغض النظر عن خلافاتهم الداخلية التي ذكرتم وعن شيء، في النهاية اتفقوا وأخر هرجوا بوثيقة وما تحتويه هو ما ذكرتمه الآن، وأنتم لا ترون مانعا في أن تناقشوا معهم هذه المسألة. لا العكس، نحن مستعدون. أنتم مستعدون لمناقشة هذه الوثيقة ولا ترون فيها ضيرا؟ يعني على حسب آخر مواقفكم الوثيقة الأخيرة التي قدمت لا ترون أنها مقبولة ومستعدون لنقاش. إذن لماذا لا تردون عليها بأنكم هذه الوثيقة نحن موافقون على مناقشة؟ أنا لست أنا في هذا المشهد لست مفوضا لقيادة الحزب الحاكم. أنا في هذا المشهد وفي برنامجكم لست مفوضا لإعطاء التفاصيل. مكانتي السياسية لا تخولني أعطي التفاصيل الدقيقة في الأمور الداخلية، لكن من خلال قراءتي للمشهد السياسي أعترف أتصور أن الطرح الذي يطرحه مجموعة المنتدى والتصرفات التي يتصرفون بها لا يتناسبان. فالحديث عن مشهد سياسي معقد ينير بانهيار البلد وبالحروب الأهلية وبالإفلاس الاقتصادي وبانهيار القيم، وبعد ذلك عندما ندخل في الحوار نجد أن مجموعة المنتدى لا تريد الحوار، لا يريدون الحوار، هكذا لا يريدون الحوار. إذن السيد إسلام أبو عبد الله النائب البرلماني السابق والقيادي بالحزب الحاكم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، المشهد متواصل ولكن إخوتنا المشاهدين بعد هذا الفاصل.
مجددا اخوتنا المشاهدين اينما كنتم نرحب بكم ضمن الجزء الاخير من برنامج المشهد. سلامه والعبد الله نائب برلماني سابق وقيادي بحزب الاتحاد من اجل الجمهوريه الحاكم في موريتانيا، نجدد الترحيب بكم. يعني جولات عديده من اللقاءات التمهيديه للحوار تمت، وفي كل مره نسمع ان الاغلبيه ترفض الرد على وثيقه المنتدى المعارض، وفي اغلب الاوقات ترفضون التعليق على مسألة الحوار عبر وسائل الإعلام. لماذا؟ ماذا توجب علينا أن نفهمه من موقفكم هذا؟ نحن لم نرفض التعليق على الحوار؟ لا، هذه أنا لن أقول لك أنا أنت. لا. كانت الأغلبية لا تحب دائما نتصل بالضيوف ولا يحبون الحديث عن الحوار. أريد هذا موقف يعني معروف، لا يمكنكم أن تمارسوه. عندما اجتمعت، أنا أفهم فقط لماذا؟ لماذا كانت عندما اجتمعت اللجنة المنتدبة من طرف النظام برئاسة الأمين العام رئاسة الجمهورية وعضوية رئيس حزب الاتحاد الجمهوري الأستاذ سيد محمد المحام ورئيس الأحزاب الأغلبية، واجتمعت مع الفريق المقدم من طرف المنتدى، بعد اللقاء الأول أصدر اتحاد قوى الديمقراطية وحزب تواصل وحزب تمام بيانات. رأينا في الأغلبية أن إصدار البيانات والتعليقات على نقاشات ما زالت تدور وراء الكواليس بإطار ممهدات تسهل عملية الحوار، اعتبرنا أنها عمل يدل على عدم الجدية، وبالتالي ارتأينا أن نبعد هذا الملف عن الأضواء وعن الإعلام حرصا منا ورغبة منا في نجاحه. وقد تم ذلك نقاش ذلك مع وفد المنتدى، واعترفوا بأن البيانات التي صدرت حسب علمي أن البيانات التي صدرت من طرف الأحزاب أنها كانت خطأ، وبالتالي رفضنا للتعاطي مع الإعلام في هذا المجال. الغاية القصوى منه هو أن يبقى بعيدا وبمنأ عن وسائل الإعلام لكي لا تعطيه قراءات قد تسيء إلى مساره، والدافع الوحيد فيه هو الحفاظ على سلامته. هذا واضح، لكن في الاتجاه الآخر ألا ترى يعني يفترض أو ما نفهمه جميعا أن سواء كانت المعارضة أو الأغلبية أنكم تخاطبون وتحتكمون إلى الشعب؟ هذا هو ما يفترض خصوصا في دولة ديمقراطية وهذا شعارها. طب كيف يمكن تتصور أو كيف تقرأ أن هناك أشياء تريد أن تخفيها عن الشعب؟ يعني ما الضير في أن يعرف الشعب مجريات ما يجري بينكم أولا بأول، والشعب هو المنشود في النهاية، يعني تخبئون عليه ما يجري في بلده وما يجب أن يكون حاضرا في كل شيء. أنا ما قلت أن لا نخبئ شيء عن الشعب، قلنا أن رئيس الجمهورية أعلن من الشقيق وأعلنها في جميع المناسبات وفي الاستقلال والوزير الأول ورئيس حزب استعدادنا للحوار. هذا واضح. ونعتبر أن موريتانيا لا تعيش مشاكل سياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونعترف أن المعارضة لها دور أساسي مهم، نحن كنظام سياسي مطالبون أن نفعله وندعمه حتى تلعب دورها اللازم. وما طيب بالنسبة للشعب العفو، يعني لا يجب أن يكون غائبا عن ما يجري بينكم. دعني أجيب عن الشعب وأكثريته معنا، والمجموعة التي مع المعارضة نريد كسب ودها، وليست بيننا وإياه أي مشكلة. فقط مشكلة، إحنا ما أشحدنا شيء عن أحد. إحنا قلنا عن الحوار إياك يعود ناجح وإياك يعود مضبوط، يا الله ذاك اللي يتم بين النخبة السياسية في إطار نقاط اللي عارضين هم واللي كل يوم يصرح عنها بعدهم على المزادات السياسية والإعلامية، ولا ندخلوا حق للتجاذبات حرصا منا عليه. ماذا نخفي؟ أنت تعرف مجريات، دعني إذا كنت تريد مجريات الحوار والتمهيد له، هذه الشعب من حقه أن يتابعها أولا بأول حتى ولو كان دع الشعب يحدد إن كانت معارضة جادة أو غير جادة، ويحدد إن كنتم أنتم صادقون أم لا. الشعب للشعب الحكم، تمولك أنت نخبة الشعب الموريتاني، والشعب الموريتاني
يعرف عن المعارضة للأسف الشديد ما يجادل فيه، به اللي كان جادل فيه تعود كل مشاكل. الحوار اللي تم مع المعادة في السنوات الفارطة لم ينجح. أنا كنت رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان، ومرت علي العديد من النصوص القانونية التي تتناول المشهد السياسي الموريتاني، تم الاتفاق عليها بين الأغلبية وأحزاب المعاهدة، وكانت نقلة نوعية في الحياة السياسية في البلد، كانت نقلة نوعية في الحياة السياسية. ما الذي يريده المتدى اليوم ويريد أن يطبل عليه ونحن ساكتون عليه؟ أخي هذه مغالطة. طيب أنت ترى أن إحنا ما نجحناش عن الشعب ولا عند الشجاعة دي. واضح واضح. ما لم عديد المزايد. أنت ترى أن تصرف الأحزاب التي أصدرت بيانات تتعلق بحوار مجال الجالي أنها ارتكبت خطأ حين أشعرت الشعب بما جرى حتى الآن في هذا السياق؟ لا لا لا، يعني هذا ما نفهمه من كلامك. ما قلت طب أنت تريد أن تخفي عن الشعب شيء لأنك تخشى من الإعلام أن يحلله ولا يحلله، هذا دور الإعلام. الإعلام يمثل الشعب. أنت يا أخي الكريم تريد أن توهم الشعب أني جاحد عن نشر. أنا لا أهم الشعب، بعد قايل للشعب أنا ماني جاحد عن نشر. وجماع لي أنا واحد منهم ماني جاحد عن نشر. أنا محب أحاول أن أعبر عن كل رؤى الشعب، هذا هو دوري، وأنت عليك أن تجيب عن كل شيء. حتى ما نجحتش عن الشعب. طيب ما نجحتي عن الشعب يا رمان، بعد المزايدة لحد الشعب. الميدان احنا نخدمه فيه، احنا الميدان نخدمه فيه، كي قلت لك نخدمه في جميع الأصعدة، وهذا نقاش حوار سياسي أخر. تعرفت النقاط اللي فيه؟ هم النقاط اللي قاعد حوار سياسي يتعلق بهذا البلد. دوروا انت النقاط، اعتقد ان ناقشوا النقاط الحوار. انت اعطينا ناقشوا النقاط الحوار. طيب لا مانع، ما يسرع لحد. لا مانع، يمكن ان نخصص لها وقت اخر. انا مستعد اناقش الوقت ليس كثيرا ولا يسرع لحد. يمكنك ان تحصل. لا نجحنا على الشعب. طيب حزبك احنا مستعدين لخدمة الشعب، واحنا نزل الفقراء، واحنا قاعدين. طيب جيد. انا لا ارفض كلامك هذا واقبله، لكن لا، ما لا افهمه ان في السابق مواقفكم من كتمان ما يجري انه متناقض مع هذا الذي تقوله الان. فقط هذا ما كنت اريد ان افهمه. لماذا اخي العزيز؟ الان فهمت. احنا قلنا للنقاش الحوار ممهدات ما زالوا يطرحوها الخلطه، واحنا مازلنا نناقش معهم. ما المانع في ان الشعب يطلع عليها اولا باول؟ هم دوروا قاعد يحسوا يتابعكم اولا باول. هم دوروا لا، ليس هناك اذا تاركين لهم مسؤوليه تحسيس الشعب. اذا هذا جيد، هذا فهمت. هذا متروك لهم. هو الدور تقول انت خليك تروح في الحلقه كصحابي. لا انا اسالك، انت تعطيني جواب. لا لا تعطيني جواب واضح. انا استطيع ان ابين. انت القيت كلاما يحمل معنى سنفسر هذه المعاني. اطرح لي السؤال، لا تفسر، اطرح لي السؤال وخليني اجاوبك. لا انت اذا القيت كلاما يجب ان ليس كل الناس. على كل حال ما قلت لك بعد اني جاحد عن الشعب، يقال ولا قلت لك اني الجهه اللي انا من جاحد عن الشعب. اذا يقال حد يقول يدخل بيننا على اي حال ليس كل الناس يفهمون ما تفهم، لذلك يجب ان نخاطب الناس جميعا. القاعده عامه ولا نقول كلاما عاما، يجب ان نحدد للناس المشاهد. لا، ليس كل الناس يفهمون ما تفهم انت ومثالك من النخبه السياسيه. الناس بسطاء، يجب ان تقول لهم كلام واضح مفهوم يفهمونه، لان تخاطبوا خطاب بينكم انتم النخبه تكون كلام عائم وتتركونه للتاويل. اذا انتم فتحتم باب التاويل وللناس ان تؤول الكلام. لكن اذا اردتم ان تكون موقفكم واضحا يجب ان تقدموا نقاط واضحة وعبارات واضحة لا تحتمل التأويل، فلا يجد المؤولون الذين تخشونهم. أنا تكلمت معك التأويل. بطلاسم تكلمت. طيب معك هذا واضح. تكلمت معك. حزبكم أكد تمسكه واستعداده بالحوار الجاد، وهو كذلك مضيفا أن ذلك يكون حينما تصبح الأطراف الأخرى مستعدة، وأفترض هنا أنكم تعنين المعارضة. طبعا طيب. يعني المنتدى. طيب ماذا تقصدون بهذا الكلام؟ والظاهر أن المعارضة مستعدة وأنتم ترفضون الرد، وليس للعامة إلا ظاهر سيدي. أنا ظاهر والعكس ظاهر اللي عندي للأحزاب المعارضة أنا ما هي جادة في بدايتها. إذا نزلت إلى الشارع ستجد ناس يقولون لماذا يرفضون؟ الناس لا تفهم، اشرح لهم هذه النقطة. قضية الرد الكتاب يعني الناس ظاهر لها عن المعارضة مستعدة وأنها مقدمون كنتم مابين، ذا هو اللي ظاهريا حتى ولو لم يكن هو الصحيح، لكن هو الظاهر. الناس لها ظاهر فقط. يعني لما تعطونا ظاهرة لا يجرمين نشرح الشعب كيف قلت انت شي طبعا هذا المطلوب. انا يعتبر الجاد فيه اللي احنا كيف قلت لك رئيس الجمهورية واول من دعا للحوار في العديد من المناسبات، والوزير الاول امام البرلمان دعا للحوار، ورئيس الحزب دعا للحوار، واحزاب الاغلبيه والمبادرات كانت منا وليست من احزاب المعارضه. جميل جدا. وشكلنا لجنه للحوار رفيعه المستوى. صحيح. ولم تكن هناك خلافات لا بين احزاب الاغلبيه ولا بين الحكومه ولا بين النظام السياسي. هم الذين تعرف جيدا ان بعض الاحزاب السياسيه الوازنه في المشهد السياسي في المنتدى كانت ترفض الحوار، وتعرف تعليقاتها وتعرف القراءة والتصور اللي تعطيه، وتعرف انهم عندما اجتمعوا اعطاوا الشهرة العديدة من اجل يطرحوا الممهدات، وتعرف ان لو شكلوا اللجنة عاقب ذاك اياك تمشي فيه بتعرف الطريقة اللي شكلوا فيها، شكلوها من رئيس حزب سياسي داكور يعني داكور رئيس حزب سياسي وشخصيات مستقلة، لحوار سياسي بين اقطاب سياسية.
وليس بين شخصيات مستقلة، وتعرف كيف ما يدور من الخلافات الداخلية في داخل المنتدى. احنا ما نجحت انشاء الشعب واحنا هم الجادين. هناك شخصيات سياسية ومجتمع مدني ترفضون ان يشارك في الحوار. ما قلت ذلك يا اخي، اعطيني اقول لك هذا هو قلته. قلت لي نحن احزاب حوار بين نحن اقطاب سياسية. معناها ان الاخر كامل ما في داعي. ما ولقت. طيب افهمني. ما ولقت. ما افهم من كلامكم. لا ما ولقت. قلت على نحن تعبيرنا نجادين. إن النظام يمثل بالوزير الأمين العام رئاسة الجمهورية، والأحزاب السياسية اللي هو رئيس الحزب الحاكم ورئيس أحزاب الأغلبية المعنيين بالمشهد السياسي كقطاع تنفيذي وكأحزاب سياسية كانوا هم اللي شكلوا الوفد اللي ماشي ناقش، بينما المجموعة الأخرى أنا قلت النقاش الحوار يكون بين مجموعات سياسية. الشخصيات المستقلة لها وجودها في مجال أخر، في الأعمال المدنية، في قضايا تتعلق بالمسائل الاجتماعية. هذا جبتوا لا معناه أنه ما يلعب. لن نخوض في هذه النقطة كثيرا حتى لأن الوقت ما يدخلني نخوض لأنها ما في المؤمنة. دعني جاوب. نخوض معك فيها لأن تبقى لأن الوقت قصير عندنا سيلة كثيرة. تبصى خليني جاوب يخليك لما. طب اتهمتم أطرافا في المعارضة بعرقلة الحوار ووضع المتاريس والمطبات في وجهه متذرعة بجملة مما أطلقتم عليها الإدعاءات التي لا وجود لها خارج أذهان قادتها حسب تعبير بيانك. من هي هذه الأطراف التي تقصدون؟ الحوار السياسي الحال الذي نحن في صدده بين الأغلبية وأحزاب المنتدى نقطة، وبالتالي طرف أي المعادلة المنتدى. هذا البيان ينصب حول المنتدى. إذن الذين تتهمونه الآن بعرقلة الحوار هم هذه الأحزاب؟ أنا قلت المنتدى. المنتدى تتهمونه بعرقلة الحوار. طيب هو كذلك. طيب سيدي، ما هي العراقيل التي تقصدونها؟ أولا عندما تناقش الممهدات المقدمة من طرف أحزاب المنتدى تدرك تمام الإدراك الضبابية في الرؤية، وعندما تتابع المشهد السياسي في إطار المنتدى واختلافات التي تقع بين أحزاب المنتدى وبعض الأحزاب الوازنة فيه موقفة حتى من الحوار وحتى بعض التصريحات اللي يدرو بها، تعرف أن العراقيل المطبات مطروحة من طرف المنتدى وليست مطروحة من طرف الأغلبية. طيب الأغلبية جاهزة للحوار. واضح. ولن وإذا وقع حوار غدا أو بعد غد سيكون خدمة للشعب الموريتاني، ونحن جنود لخدمة الشعب الموريتاني. لا يعوزنا أي شيء في ما الذي ينقصنا؟ أن تتحسن الحياة السياسية في البلد. يا راجل نحن تجاوزنا. طيب. أن تبقى معارضتنا حبيسة. واضح. أن تبقى معارضتنا حبيسة لواقعي. سنة 1990 وسنة 2000 وسنة 2002 وسنة 2000 هذه مراحل تم تجاوزها، تجاوزها الزمن، تجاوزها التطورات العلمية، تجاوزها الممارسة الديمقراطية اللي عايشها، تجاوزتها حتى النخبة السياسية. طيب أشرتم في بيانكم إلى تجديد الفئة باء وألف من مجلس الشيوخ، هذه هي أول مرة على حد علمي يدعو فيها حزبكم إلى ذلك، هل من علاقة بينها والحوار المنتظر منذ أمد أم أنها بداية مناورة جديدة لعرقلة الحوار؟ أهلين الجواب. السؤال جاوبتك اليوم بعد اللي عندنا عليه. إحنا درجنا ما هو متناقض. إحنا تقييمنا للست أشهر المتواصلة من الحوار واللقاءات المتكررة لاحظنا أن المنتدى ليس جادا في عمله. نحن كحزب سياسي حاكم يملك أغلبية برلمانية حريص على اضطراد المؤسسات الدستورية في البلد، نرى أن الشعب الموريتاني من حقه أن يجدد مجلس الشيوخ. هذه أول مرة تدعونا فيها إلى ذلك. يعني. وما العيب في ذلك؟ وما العيب في ذلك؟ وما قال لك أنها المرة؟ طيب لماذا في هذا التوقيت؟ وما قال لك أنها المرة؟ وما العيب في ذلك؟ طب أخبرني بالمرة الأخرى. وما العيب في ذلك؟ أنها المرة الأولى. وما العيب في ذلك؟ أخبرني بالمرة الأخرى. وما العيب في ذلك؟ يدعنا عليها المرة. هذه مسألة أخرى. أنا هنا أسأل وأنت تجيب. لا تصور. طيب ليست هناك علاقة بين هذه الدعوة أول مرة والحوار. لا إحنا البيان من نقاط واضحة. نحن ندعو للحوار، نطالب المعارضة بالحوار. ندعو الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاجتماع المؤسسة، وإذا كانت المعارضة جاهزة اليوم المنتدى غدا الاجتماع فنحن جاهزون ذلك. أما تبقى المؤسسات الدستورية في البلد معطلة من أجل حوار مع مجموعة سياسية ليست متفقة في حدياتها وليست راغبة فيه، وربما تكون الرؤية ليست واضحة لها. الشعب الموريتاني يسأل فينا أن يركن المؤسسات الدستورية. السيد السلامة هو العبد الله النائب البرلماني السابق والقيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا مشاهدي قناة المرابطون أينما كنتم، شكرا لحسن متابعتكم. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم. إلى أن يجمعنا لقاء جديد، السلام عليكم.